سعيد بن المسيب بن حزن جده له صحبة وقدم للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ما اسمك؟ قال حزن، والحديث في الصحيح. قال بل أنت سهل، ما قال ما كنت مغيرا اسما سمانيه أبي. قال فما زالت الحزونة فينا، يعني يقول ما زالت الشدة باقية فينا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء المستقبحة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآن ترى عجبا، يعني بعض الناس مثلا في مرة عنده ابنتان قيل له ما اسمهما؟ قال تولاي وتولين. طيب ايش تولاي وتولين؟ قال لك تولاي تولين بلغة الترك معناها ضوء القمر، وتولاي هالة القمر. واحنا ندور قاموس عشان يعني بعد ما حلها. واحد من الناس مسموه بنته سابين، ايه عمي سابين؟ قال زهرة فرنسية. الآن احنا في بلوى كبيرة أيها الكرام الفضلاء، لذلك تجي تأتي تسمي ابنتك مثلا فاطمة أو نسيبة أو كذا، تقول لك أوه لو الاسم القديم هذا، بعدين بعد ولا عائشة تقول لك، يقول لها بعدين يا عائشة. طب وش المشكلة؟ زي واحد من الناس عنده بنت مسمي هاجر وسارة، فقلت له ليش؟ قال لو سميتها فاطمة حيقولها يا بطة، إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء.